تنزيل هذا الورش المهم. نذكر بأن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة تراكم ديال أكثر من 50 سنة كان قل من 9 مليون الناس اللي مسجلين في هذا الصندوق إلى نقولوا إلى ما تم سنة 2021. آخر سنة 2023 كان تكلموا على 23 مليون و900 المواطنين اللي تسجلوا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. شنو ممكننا من هذه التغطية؟ أولا عدد ديال المراسيم لتفعيل القوانين، لأن كل فئة كان خصها واحد نقولوا الحل، واحد العرض الخاص بها، فنزلت أكثر من 22 ديال المراسيم باش يمكن لنا أن جميع الفئات للأجراء للناس اللي عندها عمل غير أجر، نقولوا المهندسين، الصناع التقليديين، الفلاحة، والناس اللي كانت تستفد من الرميد. فكل مواطن أو مواطنة مغربية اليوم غيستفدوا من هذه التغطية الاجتماعية. كان تبسيط ديال العرض هذا شيء مهم جدا، كاين كذلك إعادة النظر في نقول المساهمات ديال عدد الفئات، الشيء اللي مكننا بأن اليوم وصلنا تقريبا 24 ديال المواطنين والمواطنات المغاربة اللي عندهم نفس التغطية الصحية من خلال العرض ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فكان هذا ورش نقوله سياسي بامتياز، أن نكونوا متفاهمين نقولوا هيكلة ديال المجتمع ديالنا في العالم الاقتصادي والاجتماعي، ونجيو بعرض مناسب لكل فئة. وتمكننا من هذا الورش كذلك عبر تفعيل نقولوا سجلين مهمين جدا، اللي هو السجل الوطني ديال الصناعة التقليدية اللي كتشرف عليها الوزير عمور في وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وكذلك السجل ديال الفلاحة اللي كيشرف عليه السيد الوزير السيد الصديقي، والسجل الوطني الموحد. علاش كنتكلم على هذه السجلات؟ لأن في التنزيل كان لابد أن نبسطوا المساطر، أن نوصلوا هذه المعلومة لجميع الفئات، وأن جميع القطاعات الحكومية كتشتغل نقولوا باش يكون واحد العمل في الميدان في جميع مناطق المملكة، باش يمكنوا كل المواطنين يفهموا بأن عندهم الحق في هذه التغطية الاجتماعية، أن كل فئة كل وضعية لقات لها الحكومة حل بسيط لكي يمكنهم الاستفادة من هذه التغطية الاجتماعية. هذه من جهة. من جهة أخرى كان لابد أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي نذكر كان مكلف 9 مليون الناس، اليوم ولا مكلف 24 مليون الناس، أنه كذلك يحسن جودة العمل ديالو، جودة الخدمات. فنذكر بأنه اليوم أصبح كتشرف عليه وزارة الاقتصاد من المالية، وتوفرت له جميع الإمكانيات باش يكون هذا الجودة الخدمات. كيفاش تمكن؟ اولا تم فتح اكثر من 45 وكاله جديده ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولكن هذا غير كافي، كان لابد يكون عنده شركاء اخرين اكثر من 8000 عبر نقولوا الوكالات اخرى ديال بحال باريد بانك او لا كاش بلس، باش في جميع مناطق ديال المملكه يتمكنوا الناس يتسجلوا، يتمكنوا كذلك ان يوضعوا الملفات. اليوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توصل يوميا اكثر من 60,000 نقولوا ملف، في حين كان كيتوصل بقل من 20,000 ملف هذه سنتين. فكاين توسيع الشبكه، كاين استثمارات مهمه جدا في نقولوا التحول الرقمي ديال الصندوق، باش يكونوا تطبيقات عبر الهاتف عبر الانترنت، باش نسهلوا هاد العمل ديال نقولوا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كذلك تمكن الصندوق بانه يقلص من عدد الايام لتعويض الناس في الوقت اللي تيكون عندهم ملفات في التغطيه الصحيه.